سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير على خير وتكونوا كلكم مزيانين وما تكونوش قنطانين بزاف وتكونوا كلكم محترمين هذا الحجر الصحي وجالسين في ديوركم. حنايا لاباس، نورمالمون قالنا لو 11 ماي هذا لو كونفينمون غادي يحبس، ولكن ما غاديش يحبس في دقه واحده، يعني غادي يحلوا لي زيكول. بالنسبه لي زيكول هنا قالوا غادي يحلوا لي زيكول، و بون ماشي كاع لي زيكول غيحلوا دقه واحده، يعني ما غاديش يكون في القسم 21 ولا ما عرفتش شحال، يعني غادي يكونوا بيتيتر شي 10. غيكونوا لي زانفون يعني اللي عندهم لي ديفيكولتي، يعني دوك الدراري اللي كيكونوا في يعني عندهم صعوبات في القرايه هما اللي غادي يعطيوهم الاولويه. يعني ماشي كلشي غادي يخرج لو 11 ماي، ماشي لي ريستورون اللي غيحلوا، يعني غادي يبداو يحلوا داكشي شويه 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 شويه. فوالا بون، الفيديو ديال اليوم جيت ندير لكم اون فيديو بغيت نوريكم الورقه ديال البسطيله. صراحه الله انا ما عمري قديت الورقه البسطيله في الدار، كانت كتجيني شي حاجه صعيبه امبوسيبل نديرها. درتها لا سيمين ديرنيير ومن السيمانه اللي فاتت، ولا كنقول خصني نصور لكم لا فيديو نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش صوبتها، وصدقات لي وجاتني غزاله. بون ديك المره اللي فاتت ما درتش الملح بزاف، دابا المره غندير نكثر شويه ديال الملح باش وجاتني مسوسه. غادي نوريكم الطريقه، فريمون واحد الطريقه سهله 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 سهله، يعني بالنسبه لاي وحده ما عمرها قادت الورقه البسطيله غادي تعرف تقادها بطريقه سهله وبسيطه وسريعه. يلا ندوز نوريكم الطريقه كيف غندير. داكشي اللي غنحتاجو ليه يعني سهل، ما غاديش نحتاجو شي حاجه صعيبه. غنحتاجو الطحين الفورس هو اللي غادي نستعمل، غنحتاجو الماء وغنحتاجو شويه ديال الملحه. الوغ بالنسبه لانا السيمانه اللي فاتت كنت زدت فيها شويه ديال مايزينا، يمكن كنتو تزيدو واحد 20 غرام ديال مايزينا، ولا ديروا غير الطحين، يعني كل واحد وكيبقى ليه الاختيار ديالو كامل. بالنسبه نقول لكم شحال ديال القياس اللي غنديروا، مثلا انا الا درت 100 غرام ديال الطحين كندير كاس ديال الماء، درت 200 غرام غنديروا جوج كيسان وهي غدا. الوغ 100 غرام ديال الطحين وكاس ديال الماء كيعطيكم واحد 8 المرقات بحال هكا، يعني ما كيعطيوش بزاف. انا هاد المره غادي ندير واحد 200 حتى 300 غرام ديال الطحين، يعني غادي ناخذ 3 ديال الكيسان ديال الماء. كتشدوا هادشي كامل كطحنوه هنايا، كتزيدوا الملح كيف ما قلت لكم ومايزينا على حساب، لو الا عندكم زيدوا واحد 20 غرام، ما عندكمش بلاش. نورمالمون مايزينا يعني حتى الورقه كتكون خفيفه ورطبه وزوينه، داكشي علاش كنزيدو مايزينا. كلشي غادي نطحنو هنا وغادي نوريكم الطريقه كي غندير لها. كيف ما شفتوا درت الماء الملحه، درت 100 غرام ديال الطحين، درت كاس ديال الماء ودرت شويه ديال الملح. دابا غادي نطحن هادشي كامل مزيان 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 وغادي نوري البنات. الوغ كيما شفتوا لو ميلونج ديالي ها هو، طحنته مزيان خليته يرتاح واحد 20-30 مينوت وهو كيرتاح. كيما قلت لكم ما خصوش يجيكم خفيف وما خصوش يجيكم ثقيل، راه 100 غرام كتعطيك 100 غرام ديال الطحين مع كاس ديال الماء كتجي هي هذيك، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا. ويلا درتو 200 غرام ديال الطحين ديروا 100 جوج كيسان ديال الماء وانتم غاديين. كيف ما شفتوا خليته ارتاح واحد نص ساعه بحال هكاك. هنايا انا غادي نخدمو بحمام مريم، كيف ما شفتوا هنايا درت الماء وهنايا عندي مقله ديال الطيفال، هذه المقله كندير فيها كخيط بغرير، يعني مقله ديال الطيفال يعني مزيانه هي فين غادي تصدق ليا الورقه. انا غادي نستعمل هذا البانسو هذا ديال السيليكون هو اللي غادي نستعمل، وكل واحد يستعمل شنو عنده في الدار. نحضر واحد الحاجه انكم ما تحرقوش، شي حاجه مهمه باسكو انا هاد الايامات راني غير كنتحرق ونعاود. الو كيما شفتوا هاني ساليت اوف، غادي نخليها شويه غير تزيد تشد راسها مزيان، وغادي نخدم سباتول. يعني انا سباتول ديالي هي باش غادي نخدم، حاولوا ما تخدموش بموس باش ما تنجروش المقله ديالكم وتخسروها، يعني حاولوا تخدموا بشي حاجه اون سيليكون ولا ديال اون سيليكون هي اللي غادي تصلح مع العافيه. فوالا انا خليتها دابا شويه وغادي نحيدها. حاجه واحده اخرى عندها كوديك لافابور، تعلكم مع يديكم وتبقوا محروقين.
البنات كيف ما شفتوا الورقه ديال البسطيله ديالي جات بحال هكا. كل مره كنحيد وحده كندهنها مزيان من جوج جهات وكنعاود نحطها، وكني كنعاود نزيد الثانيه حتى هي كنعاود ندهنها. هانتوما راه جات بحال هكا، جايه زوينه. غادي نوريكم يعني غادي نعم غادي نعمرها غير بشي حاجه عندي هنايا. ترى فيها جوج البنات كما كتشوفوا الورقه ديال البسطيله، وانا خدمتها على هذا الشكل. بون ما وريتكمش العماره شنو درت، ملي بغيتو ندير لكم فيديو واحد اخر يعني العمارات اللي ممكن نديروهم يعني في الورقه ديال البسطيله. راه كاين بزاف ديال الاشكال ديال العمارات. انا كندرت اون توكت يعني كانت عندي لا فيون داشي شويه ديال فيرميسيل، درت فوماج بيرسيل يعني غير باش ما تضيعليش ديك الورقه يعني عمرتهم. نورمالمون راني دايره العشاء الطبخ، غادي نوريكم شنو درت العشاء هاد النهار. فوالا يعني عمرتهم بحال هكا، دابا غادي نقليهم وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيعيش. الو البنات كيف ما شفتوا درت الورقه ديال البسطيله، وكانت عندي واحد العمره حيت درت لها التوخت يعني هي باش عمرت دوك الورقه ديال البسطيله اللي قديت قبيله. فوالا عمرتهم بحال هكا وقدمتهم على هذا الشكل، كيجيو زوينين وبنانين. ديجا دقتي وحيدات و لا تورت الا بغيتو لا غوسيت ديال لا تورت راني ديجا دايراها، وغادي نخلي لكم لو ليان ديالها الفوق الا بغيتو تدخلوا تشوفوا لا غوسيت. ودرت اون سالاد يعني اون سالاد بحال هكا، اي فوالا هذا هو العشاء ديالنا.